نقدم لكم هذا البرنامج برعاية ناشونال تكنولوجي الموزع الرسمي لفيليبس. أنتم الآن مع برنامج هذه حياتي. هذه حياتي. هذه هي حياتي نحكيها على الشروق تي في، على الشروق تي في، أسراري وذكرياتي نرويها. ما توفيق سيسا ما في، ما توفيق سيسا ما في. هذه هي حياتي نحكيها على الشروق تي في، على الشروق تي في، أسراري وذكرياتي نرويها. ما توفيق سيسا ما في، ما توفيق سيسا ما في. هذاك فنان يغني، هذاك فنون الكرة، زيد الفن السابعة معاكم بالصوت والصورة. هذه هي حياتي نحكيها على الشروق تي في، على الشروق تي في، أسراري وذكرياتي نرويها. ما توفيق سيسا ما في، ما توفيق سيسا ما في. هذاك فنان يغني، هذاك فنون الكرة، زيد الفن السابعة معاكم بالصوت والصورة. هذه هي حياتي نحكيها على الشروق تي في، على الشروق تي في، أسراري وذكرياتي نرويها. ما توفيق سيسا ما في، ما توفيق سيسا ما في. هذه هي حياتي. غردان يا غردان يا، والموت فيه جاتني. قول غرد عالية والموت فيها جاتني، لا صبت ناسي ولا عرب زرتني. أجلي تمتني سرت للو الخلي، قد لمت الأرض الصحيحة كيف عني صمت. جيت ثايرة كان الخشب نطحتني، غرود عالية غرود Thank you.
يا بنية العرجون الربي ردي عليا أكملة بالزين يا المسمية يا بنية العرجون الربي لا لا ردي عليا يا بنية العرجون الاغنيات اللي سجلتهم ذاك الوقت الاولين هذو اللي سجلتهم والله الاولين على كل حال دهم زي الليل ما بين جلا لري الاولانيه بيغرم زهور اسمع هذيك الاخرى تجلاش يا الدرغم تجلاش بيغرم زهور قلنا اسمع هذيك والله يا غاليه بطل عرجون هذو قاص لا ما نظنش كان بطل نظن حتى بطل عرجون والله نشفاش هذو قاص 76 ها هذو كان في 76 76 أنا دخلت فيه بالتلفزيون. أيوه. ثم دخلت التلفزيون من بالباب الباب هذاك تاع التلفزيون. لحد مثلا بدات الشعوبية تاع العربية وبديت نخدم خدمة جبارة جبارة يعني فعلا يعني خدمة ما تستهانش بها يعني كل يوم عندي عمل كل يوم في بلاصة كل يوم في بلاصة. يعني استغرب كيفاش لدرو دوتور تو معطيني حتى سنتيم ما نعرفش عارف علاش. ما مشي مدوا لك الحقوق تاعك. والله والو. الله والله بعد من ثماك غنيت بعد ثماك على كل حال هاو جاب لي ربي زهر اخر غلطه اخرى الجزائر غلطت عام 80 عام 80 غلطت الجزائر غلطت كان فيستيفال كبير فيستيفال فلكلوري في تونس فيه الرواصه والغزلاء والتشاك وفرنسا وايطاليا واسبانيا يعني كل فرقه فيها مثلا تقريبا كل تروب فيها 60 70 راقص وكباك اللي بوط وكلب والكسوه الجزائر قالت ولا ممكن الجزائر قالت هنا بس هم الناي الفرقه القوميه عاد يسموا فينا بعثوا الجزائر بعثت لي لتونس ايوه سته من الناس قلت لك فاش غلطت كي بعثوك فاش فاش غلطوا كي بعثوك لانهم اغبياء لا اللي بعثني غبي لا خاطر هم شبعث الفولكلور اسمها هذيك الفرقه القوميه تاعت الجزائر الرقصه تاع المسرح في 60 70 كيما راهم كاين في روس قال لك هنا بثوا مناي فك علينا هنا حتى مناي حتى في الفولكلور مناي بثوا مناي ليه حرج كي جيت سميك مش عادي دوري على كل حال مش راح نبطل اسمها في رمضان ثاني نقي فرق واحد اسمه الطول واسمه القد والحمريه وبرانيس اوه مناي جماعة قالوا يا شباب قلت له ولا كلمة وش علينا احنا وش فهمنا بس الجزائر مش نسمع ونجي دورة قال جرينا فنشدوا زرينا وتيجي تيري 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 والسلام ونقعدوا بلاصة ها وقداش مصر على الباك تاع كارتاج واسع وعريض وحنا بالو قلت لك شحال كان العدد تاعكم ثماك الفرقة انت والفرقة شحال كان العدد تاعكم؟ ستة من الناس ستة من الناس هذا هو اليوم حتى اليوم ستة من الناس لا لا ذاك الوقت اسمها في الفلك النورمال القوميه فيها واحد قريب 60 واحد 60 70 قلت لك سلافيا روسيا روسيا كي يرقصوا تك تك يعني المهم يعني ربي يحب يخدم الانسان يعني كيما نقول لك رضيت الوالدين كي تحب تخدم تخدم احنا درك مشينا في الاول كنا مكرهين ومن بعد لقينا مثلا يا بري سي بارافين الجزائر مثلا ديما هكا تخدمنا من بعد كملنا كارتاج زرنا واحد البلدان سوسة واسمها المهدية وكان وزرنا حتى تقول واحد يقول الشابة وزرنا مرناق وزغوان بالفرقة الصغيرة هذيك كل يوم يدونا البلاصة هي دي قاعد خليهم
خليهم يغنوا لا فرقه صغيره كرفه صغيره تدي له ومش تدي روسيا تغني في سوسيا لا قال لك الصغيره تمشي يجي بربي ثاني بلاهم ربي بلا اخر جزائري قالوا مناعي يغني في اسم المغرب فيزيا اقول الفرقه تروح وخلوا مناعي يخدم في المغرب العربي البث المباشر هذاك تاع المغرب العربي يا ودي كيفاش ندخلوني بالفرقه بلا فرقه خلوا لي فريقتي قال لك لا يا سي محمد تهضر معنا الجزائر قالت هيا بعث بعث الفرقه وخلوا هنا بدلوا لي اسمها مشيت شو لقيت سلوى معايا لقيت سلوى بدلوا لنا الكلوتال ماجستيك وما غدوا قالوا لنا باش نمشوا للاعب باش تعمل البالونس ريبيتيسيون المهم ما عملوش معايا ريبيتيسيون لا قلت لهم نها تا 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 المهم نهار تا 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 مش حدا معدلة معهم مشيني معدلين لا مشيني عارفها بصراحة مشيني فاهمها خاطر عمري ما خدمت بزورنا مع الموسيقى لأول مرة وندخل فيها شد ثاني زرين ثاني أنا فعطيتها في غرود عالية غرود عالية تاعي الموت فيها جدي ومن بعد جبت والله غالية ومن غدوة كل الجرايد في تونس شكون هذا مين القنبلة جات شكون هذا شكون شنو زرينا شنو هذا شنو جرايد كامل كتبت عليه أيوة. من ثميك اليوم لهذا وانا نخدم في تونس درت فورتين منها بليت منها ودرت منها من تونس من خدمة تونس اسم انت كامل المدخول تاعك النجاح تاعك كلش من كلش من تونس الجزائر كتشوف الدرود وتلتو ما خلصنيش الحقيقة قد يعني في صراحة وفي تونس يمدوا لك الحقوق تاعك لا مش حقوق يعطوني حقوق يعطوني ما نخدم يعني نخدم عندك الحفلات مثلا 3 ملايين 4 ملايين مثلا مضاعفة هنا نبدلهم بالحساب نعطي الأطباء ونعطي الأزمان الأسات المغادي هي مثلا نعطي نبدلهم الفلوس ونسوي نشري آلات موسيقية للشباب الآلات الموسيقية الموجودة كل شري ما عندنا يا ذكم أنا شاريهم بعد المهم نجحت ثم كلش بعد زدت عاود ترجعت للجزائر في 83 ولا 82 بعد زدت طحت لك فرصة أخرى غنيت معاه هي ميونس لا هذيك مش فرصة مش فرصة هذيك فرصة نقولوا احنا مثلا لما نكونوا محترفين في زوج متعادلين هو لكن هي مثلا سبقتني ذاك الوقت لا هي سبقتني في الاسماء لا هذيك درنا وحدنا لا 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 لا, لا, لا كيفاش حتى تلاقيتوا هذيك لا هذيك مثلا جات هنا للواد سوفيا على كل حال لاسيسي مثلا جات تاع ديوان الثقافه التركي جماعه وزاره الثقافه جابتها ولكن جابتها هي مثلا اختارت اخترناها اختارها الواد سوف اللي اختارت المهم هي اول نهار ندولي قال لي هي مستحقك يلا ما دام مش حبي بيت العرجون يلا كان مثلا بدينا في الريبيتيشن في مود العرجون كان واحد الكلمه مش مقبوله عندهم احنا ديما احنا عاشق ممحون هذه تاع الجزائر احنا نقولوها وعندنا خلاني ممحون عندي في الاغنيه هذه ممحون لما وصلت كلمه ممحون الناس كل بهرت احمرت وجوهها ضحكوا مع بعضهم يعني هي الكلمه هذيك مش محبذه في سوريا وانا كنت مثلا اذكى منهم ولا ذكي وحدي هكا ما بيني بين روحي بدلت الكلمه خليني مفتون ممحون خليني مفتون وانا صغير نفس الميزان نفس ما كانش فرنسي فرنسي بدل قال لي عاود مفتون هكاك ربي الهمني جبت المفتون المهم يعني وغنيت معاك وغنيت معايا وكانت سكسي خليني في الجزائر العاصمه ودرت حصه كبيره انا هي ميونس انا وهي ميونس نعم هي مش هذيك القصه برك كان فيها ديالوج بيناتنا حوار ما انتم ما نحن ما انتم ما نحن ما انتم ما نحن وكان اغنيتي هي اللي تحبونا ثاني كيف هي اللي تحبونا تاعي غنتها سمهر الذهب ولي في عطاها الزليخه في هكا مثلا واحد ولا طالبي قلت له قال لي كيفاش قلت له هذه مش تاعي ودي اغنيتي نايا وقصتي نايا وحياتي نايا راهي اللي تحبونا تاعي راهم هز سليمان جوادي الى اسمها الى توغرت وكانوا يقراوا بوليفه فغير بوليفه شويه دار لها مقدمه موسيقيه وبوليفه بعد قال لي لا انا مشيني حاطها باسمي على فريد ماشي نتاعي المهم رجعت لي اغنيتي كما راهي قال لي تحبونا غنتها زليخه وعملنا مثلا نداء في الجرايد اللي كنا مثلا اذا حد يعرفها قبل كذا تاريخ كذا يقولوا لنا علقوا لي هاي باش نصفوا الحساب الفلاحه دايرها هكذاك بليزير برك نعم الفلاحه دايرها بليزير برك
ليش فلحة على كل حال أنا أحب الخضراء يعني أحب الحاجة الخضراء. سلام تحوش على الدرهم. عندي أرض مثلا فارغة عندها 30 سنة شاريها كسبها بعدايلي بكل شيء مثلا شاري مثلا الأرض هذه وقلت ما تبقى ذاك كأرض هكذا كون عندي أولاد على الأقل نزرع فيها نستثمر فيها نغرب أولادي فيها ممكن مثلا يحن عليهم ربي ولو مثلا كيف يحبوا الخضرة وحبوا كذا كذا وزعت منها 3 سنين ونزرع فيها وهكذا كمان مش ربح فيها ربح إلا عيني مثلا والدورة في الجنان هذه كربحي الصباح بكر نمشي مثلا ديركت هاك البرد اسمها ندور دورة في الجنبنا هاي دلعها تكبرت هاي بطاطا هاي ولد كبيرة هذا هو الغاية نتاعي هذا موتور تحرك نمشي للنادي الخدام يخدمها ما مشي لي بستفيد منها ما نلت منها حتى فرنك العكس خسرت فيها العام الثالث العام هذا بطلت عشان ندير بطاطا درت شو عندي شوية زيتون عندي 500 زيتون وعندي تو بعد نهارات ان شاء الله ندير شوية دلاعة الأصدقاء مش ما يقولوا شروا دعوة فلس الرجل ما عشان دعات شيء دي شوية دي شوية كابو شوية دلاء هاي اللي جي خاطر احنا متعودين اللي جي متعدين نعطوه كابية نعطوه دلاء يعني عادت الفلاح هنا الفلاح انتاجت في الطريق بالنسبة اللي جيت مغير مزية مني واحد يهبط ويهز ويتعدى ما انا نعطيه نب السي عبد الله احنا الآن رانا في البيت وكذا كلش انت حندخلوا حياتك الزوجية وحياتك فش بشير عندي حياتي أسري بشير عندي احنا نعرفوا باللي انت قبل ما تزوج السيدة حرمك قبل ما تزوجها ايه كنت غنيت لها قبل ما تزوجها كي كنت تعرفها وكنت درت لها أغنية وحطت نجاح كبير كون جيت مهنتي حداد نصنع لها خلخة وكون جيت مهنتي فلاح أنا مثلاً أنا أعطيها أنا خلوه للزوج أيوة. وكون جيت مثلاً خياط خيط لها يروبة والفروبة وكي جيت فنان جيتني هينة جيتني في غناية يعني في غناية ما كلفتكش بزاف أه؟ ما كلفتكش بزاف صح نتحس بزاف كلفتني ممكن حشمة ممكن عيب ممكن خاطر احنا ما نسمحش البيئة انت عادة ما تسمحش لكن أنا بطريقة أخرى جبت الغزيل ما قلت الغزيل مريت اليوم مفراقة مجاني النوم يعني هذا ككل الشباب يعني ككل الشباب نجحت لك بزاف وكانت سبب والله في الحقيقة كان فيها 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 حكاية كبيرة ياسر فيها حكايات خاطر هنا البلاد أنا دخلت دخيل على البلاد يعني في نظر الآخرين دخيل مثلا لما باش نخطب قال لك كيفاش هو كاين ناس قالوا البابا كيفاش تعطي لبنتك الفنان والفنان بلحق ما يستمنش بصراحة يعني لو أنا بنتي نايتو بنتي بنتي ما نعطيش الفنان ما يتأمنش آه لا 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 الفنان ما يتأمنش آه لا مش عبد الله الفنان ممكن كان لقيت كي واحد عبد الله ولكن عبد الله ما كانش الفنان يعني الفنان بيتأمن يعني الكلمة مش فنان يغني غنانا قلنا حاجة الفنان علاش ما يتأمنش ها الفنان علاش ما يتأمنش ما يتأمنش تاش قلت لي من لأنه في العيوب السبعة فيه العيوب الكل في الفنان السبعة كل فنان خاطر لا كاين فنان يعني ما نقصدش الفنانين تاع كاين فنانين ما شاء الله يعني حتى روامة مثلا وشكون اللي تحترموا من الفنانين الجزائريين وشكون اللي تحترموا وتقدروا والله يعني الجزائر ما عنديش بزاف عندي رابح درياسة قال فيه الخير ونقول فيه الخير وقال فيه الطيب ونقول فيه الطيب ووصى ولده قال له هذا السيد مثلا أنت تحترم هذا عبد الله مناي وأنا هذا راها كمثلا كتكريم لي فأنا حتى أنا كفيت هذا درياسة وإن شاء الله يطول عمره وإنسان فنان في بيعتمر الكلمة عنده الدينيتي عنده حب الوطن عنده القيمة عنده شرفه عنده يعني عنده فيرتي كما يقولوها الفرنسوية وزيد يادة مثلا هو مثلا إنسان أنا واحد من كافيته بحاجة في تونس ويستاهلها بصراحة نعمل شوية كلام كلمتين ثلاثة على مطرب نقولهم يعني أيها السادة في تونس خاصة في تونس نقولهم واحد كان واحد مطرب الوحيد اللي عبد لي الطريق لقيت في تونس طريق معبد المناعي وهو فنان تحبوه كل حتى انتم ولو نغني لكم تقولوا مثلا تصدقوني تقولوا صحيح ولكن هاو نتركوا نبدا نغني لكم الدراب كي تاعك كامل نغني لك انت تابي يدروا علاوي من تالي ورده سباده اسمها نديروا 5 اغنيات تاع ادريس ولا 6 وخيرها بالكل هذيك انت شنانه في الحساد هذيك الاخرانيه احنا ولاد الجزائر احنا في الحسين يحيى ولاد بلاد يعني يستاهل هو وعندي واحد صديق يحبني هو بزاف يحبني ياسر هو واحد يقول له ذيب العياشي في عنابه يحبني ياسر هذوما لقيتهم صادقين معايا يعني خاطر نلتمس شكون الفنان اللي ما تحترموش نهائيا لا ما احترمش كل انسان رذي وكل انسان مثلا ما يحترمش روحه ما نحترمه مش ما نحترمش ما يحترمش علانا عندي طريقتي الخاصه اللي ورثتني عليها امي ما نديرش منها صديق ما نديرش منها عدو اذا ما نحبش نصادقه
رجعش من عدوية. أنا هذا ما كامل هو. ولكن أنا مثلا بنحبهم كامل. نحبهم شو كامل. نحبهم مثلا الرسالة هذه يحترموها. لأن حتى أنا راني رسالة راني عضو فيها. وراني واحدة من 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 كبدي واحدة بسمها. لازم يحترموها كما نحترمها أنا. خاطر مش الغناء نحترم فقط الغناء. الغناء ما عنده حتى مشكلة. ما يرد كما الصلاة. توصلت إذا كما تنهيش على الفحشة والمنكر مش ما مش ما صلتك وإذا صلت صلتها والفحشة ما تزكيش وما أدريش وش وش ما عندك مش ما عندك صلت ما عندك حتى ما لا 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 داعي للصلاة إذا ما تم تكونش في الشارع محترم كذا في ال في ال في ال في اللي يقولها كذا هذا كله كل عن الحديث بقية لا يودي أنا 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 ساعي بريد أنا نص البركة نوصل هما لك راك ساعي بريد إحنا نعود نقوله بعد غنيت أغنية ذاك الغزيل الغزيل مريت اليوم من فراقة مجال النوم هي غنيت الأغنية هذه ولكن إحنا بسرعة غنيناها فيه هي كانت على شحال بعد الأغنية باش تزوج شحال بعد الأغنية بعد الأغنية تقريبا عام تقريبا ستة أشهر تسعة أشهر ولا 11 عام احنا كانت شوي قصة كانت قصة كبيرة ياسر يعني كل حال كانت مسموعة يعني في البلاد معروفة ياسر كان قصة روميو وجوليت وكان قيس وليلى وكان مناع عبد الله وفريدة أو فريدة هذا كانت قصة معروفة هذه في الظرف هذاك في الظرف القص أما تحولت إلى أم أولاد وتحولت إلى جدة وتحولت إلى وهذا المطلوب هذا هذا شوفوا هذه سعيدة الحظ هذه هي لازم سعيدة الحظ هذه لازم نشوفوها يمكنك قلي هذه وهذه أو هذه بالطريقة نفسها التي تخبزين فيها هذه وهذه أو هذه تماماً بعد الانتهاء من شواء هذه وهذه أو هذه فيليبس إير فراير أفضل مذاق للطعام من دون الزيت ابتكار وأنت فيليبس على كل حال سيدة فريدة على كل حال جبت سبع أولاد عندها أربع بنات وثلاثة أولاد بدرها علي عندها دنيا منال فاطمة الزهرة أحمد خانسة وبعد أنا خير قريد الأش يقولوا في الجزائر هو صدام سميت صدام يعني صدام اللي هنا نعم صدام ما هو شنا لا هو خدام هو موسيقى حتى هو موسيقى يخدم موسيقى هي هيوم ما تعرف وين أنا والله هاك شوف كلمني قال لي عندي عرسنا خلاص كلمها خلاص 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 أيام كلها آلس يكلم الوالدة يكلم عنده الحق يكلم الوالدة منهم هو عنده الحق يكلم الوالدة هي تحل الباب في الليل خاطر بعد الصلاة هي تحل الباب أنا حاكم عليهم أنا ما تحلش الباب يعطي المفتاح لا خاطر ليش كنا نعطي مفتاح يأخذ حرية مطلقة ما هي ما بتشتا لا تعطي المفتاح ومثلاً وتتضجر من مثلاً الليل وتحل الباب وكبدا كبدا على كل حال مهما كانت هذه هي فريدة وهذه الخنسة على كل حشام هذه على كل حال شدة الحمام مشكورة على كل حال والدها صبر شوي عندها شوي نرفز أيوة. مثلاً عندها لا هي خجولة وهي تمشي صريحة ياسر وعلى بالك الصراحة هذه مثلاً شبه كادت تكون مرض خاطر يكون صريح 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 يمرض بهذه الصراحة خاطر ما عندهش دفاع ما يدفعش على روحه كل حاجة تأثر فيه لنا صريح خاطر تولد هذا هو الصراحة وهذه كبنتي بوثينة شيطانة كبيرة ياسر تعرف حدث ياسر وتقرأ مليح مشكورة على كل حال وهذه بنت بنتي وهي حتى هذه أمها باباها من اسمها باباها من عينكم عند البسام عند السام خاطر عين بسام يعني تختلف على عيون البويرة صح البويرة مثلا تقريبا عين بسام تقريبا العائلة تقريبا 90% حتى وليدك متزوج من عين بسام ثاني كان شكون؟ وليدك وليدك هذه جدتها جدتها بعين بسام وهذا كجدها بعين بسام هذه أمها أمها ثانية أخت حنا يعطينا الرأس والرأس أيوه جبنا ودينا بنتي لهم كل حال إحنا ربحين حاجة ربحنا ربحنا في الحقيقة عندي كنا ما شاء الله يعني بصراحة نقول لك بصراحة يعني قليلة من ثلاثة مثلها وأبا هذا وبنتنا ما على بالش بهم شي دخل شؤونهم أنا عندي شؤوني الخاصة هي بنت مرت ولدي وولدي وبنت ولدي وولد بنت وهذوكم ثاني كيف كيف نحبهم كذا ولكن مشي داخل مدخلصهم هكا خير كان كرتمو كان كرتمو هذه تجب تطرح عليه السؤال إذا كان يصدقوني كم راك تفريزون هذيك 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 شغلها هذيك
هذيك اسمها لا والحق وش بنتي هذي لا 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 غديت الذر ودرت لها في دار فيها حاجة وهذيك قلنا وصال ايه وصال ومازال عندي راهو وين راه مازال عندي مازال عندي اسمها هذاك شكون تاع عنابة شو اسمه طاهر فاطمة عندي بنت مع صفي عنابة عندها وطاهر وحمزة ياسمين شكرا ياسمين وزهرة شو عندها شكرا عندها شكران هدية هدية معز معز بزات واحدة أخرى مي مي اسمها مي مي وجدان مي وجدان مي وجدان ما شاء الله ما شاء الله إيه سمع أنا قديش واحدين يقول لي يا خالي والله ما نعرف أسميهم عندي خمسة أخوات حشا يعني خمسة أخوات كل واحد عنده ستة ثمانية تسعة ثمانية تسعة ثمانية تسعة مبارك قديش عندها 16 14 زدت عزوز مسكين 14 شوي حيين كل ما بس حيين عبد الله المناعي كان معروف لما انت يعني تعرفتي به اسمه وجا خطبك والله كان ملهش ياسر واحد العام في البلاد جاي من فرنسا ميقري وقتها كان خذيته كان يخدم العراس بدا بادي الموسيقى ويخدم سمع كنت فيها الخير فميك بعد زاد انطلق من الساعة هذيك ايوه راك ترعش ولا راك يعني لا مش كنت تقولي في الحقيقة شنو الحقيقة وشنو الحقيقة أخرى لا هي ما هي الحقيقة ما قريبة الحقيقة ولكن التعبير مش هذاك هي تغربت واحد فنان يقول له عبد الله مناعي وكانت تدب كل عرس تمشي له وعبد الله مناعي كان مثلا في بالها مخطوبه وبعد سقص عليها قال مش مخطوبه هي على كل حال وشو المزيه اللي دارتها فيها نادرت حادث دارت حادث وسمعت الناس واحد يقول هني فنان غني واحد يقول خشمه راح واحد يقول خشمه سمعك لما جيت طلعت للسبيطار بدلت خاطر عندنا سبيستير بدلت للسبيطار هذا جيت طالع على السبيطار كلمتني عبد الله وش حالك لاباس قلت لها بخير لاباس لفت لها هي مره اخرى قلت له الحمد لله رب العالمين هاك تشوفي لاباس هم قالوا خشمك طاح قلت له هاك تشوفي انت تشوفي تقول لي خشمك طاح هذه اول كلمه انا لا ولكن نسبتنا هي يعني انا ما اعطينا امراه امردوا اردوا انا امراه انا اعطينا امراه لعائلتهم اعطينا لا نعرفهم بابا يعرفني يعرفني هو افتخر بيا بس علاش ما حبش يمدها لك من بعد هي ما هو اسمها ما كثرت فيها القويل فيها الناس فيها الناس الشر وفي كل بلاصه الشر على كل حال اش كانوا يقولوا له اش كانوا يقولوا له الحاجه ما تعطيهاش الفنانه ما تعطيهاش الفنانه كان رافض الزواج لا وفي الحنان في الحقيقه عنده الحق في زرعه ولكن مش ما نقولش كل فنان استنى ساعه في عقله هو ما يسمع لي كان طيب هو واحد الناس معجب بيا معجب بيا كصدور كنت لحام وفنان هم غنى فيها الواحد ومرضي والدين في ما كانش مثلا انسان مثلا معروف عليا بامي مقصوده امي خاطر بابي ما يعرفوش الناس اما ولدتي يقول لك حتى فلان اليوم هذا الغدوه البعض غدوه هي الدار اللي عندنا التالي هذه بنت الشاطر يسموها بنت الشاطر الحمام سميناها بنت الشاطر اللي هي الوالده وين نروح كل واحد يكلموا لي كل يوم ولد بنت الشاطر صح عليك مرضي صح عليك وهذا زاد في زادي في الصوره زيد زيد ربي خليك زيد شخصيه زيد شخصيه ومن بعد كيفاش حتى نوافقوا في الاخر لا والو وافقي كيفاش حتى عندي عم هكا اثر علي عم الله يرحمه متوفي اثر علي شوي وبابا كان ما يسمعش كان ديما عايش في الصحراء وشوفير يجي مره على مره كيجي يسمع كلمه مش قد يتنرفى كان نرفى شوي بعد لا لاباس تريقلت له اموره لاباس وجاب له سبع در الحمد لله يا ربي خمسة اي والله الحمد ربي ولك الحمد ربي في الحقيقة لا لاباس الحمد لله لا اللهم لك الحمد عايش معكم اللي هنا في البيت وكانتم ما وصلتوش به ما وصلتوش به هنا لا انا عندي حاجة واحدة انا من ريح كان مع بناتي وهذوما الذر الصغار هذوما حياتي ولادي ياسر حاج انا هادي ما نفهمش تعلق انا نفاز شوي وهو لا هو هادي ما تفهمش ما انا من نحب الكلام شوي وهو لا يحب الدوشه ويحب الدر ديما مش دوشه مش دوشه مش دوشه ويحب ديما ما ياكلش وحده ويحب كل شيء راهو ما ياكلش وحده انا كل ما الدر يحب كل يجي يلقى فطرو رقدت رقدت انت اللي حتى رقدت كون يجي يلقاهم فطرو ما وراحوا
ما يفطرش يغضب كي صغي لازم يشوفهم قدامهم دائما يفطر معاهم ديما ديما لازم ليه هما متعلقين بيه بزاف ياسر متعلقين بيه ماشي وانا ما نكذبش عليهم الكذبه ابدا كل واحد يقول لي حاجه نقول له نعم ولا ما نقدش مع ولاده كان هكذاك والله ما كانش لا لا كيف 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 كان يسافر بزاف كان هو يسافر بزاف زمان كان يسافر بصح كان متعلق بهم اكثر من لازم حتى هم يمشوا الفيجو مع ونسافروا ونخرجوا هادو هادو كش مرة خد داكم معه انتم اه نمشوا نمشوا ديما انا وين نمشوا ديما معي تونس اه سيف هذا بركم سيف في تونس ديما نخرجوا الفيجو مع بعض كل عام تخرج معي العام يسافروا معنا هذي كل عام عام تخرج معي وقتاش ساعات يعيدوا ما نعجبش الحال لكن نسكت ايش مش حلو كل نص والله في عين بسام ساعات يعيدوا في بسام ننصف لكن نحبهم يعيدوا معي ولكن عين بسام حتى بعد بجد انصاف هكا في داخلي ما نحبش ولكن لا انت ما تخليهمش يروحوا ليه تديهم لا مذهبية ما يروحوش مذهبية مذهبية يعيدوا معايا كذا كذا ولكن ثاني هذا كله عندهم حق ثاني عليه ما لنا ما نتعلمش في الحقيقة ننصف نقول عندهم الحق سبحان الله ولكن في الداخل نقول مذهبية اما هذا ما سمح بالتماني هذه اسمع لأمي هذه سمع لوالدة أمي حتى كي نسافروا حتى ربع أيام في النهار يصوني التليفون بالعشر مرات هو يقول كل واحد يكلم واحدة الصغار والكبار وشكون وشكون اللي هنا وشكون اللي هنا اللي قلقوا بزاف في الدار وشكون اللي قلقوا ابارنتيا ابارنتيا حركه ما تعجبش ياسر هذيك تعرف علاش عندها قصه هذيك 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 راهي امها امها كانت واخذه راجل وجابت الطفل هذه وربيناها حنايا هذيك مربيتها ربيتها انا وهم امها خذت ابا هذه مثلا خذت هذا تاع زوكاري تاع اسمه مو هذه ولت امانه في عندنا في 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 عرقنا لازم نعبيها احسن تربيه لازم نقريها مليح فيها تحدي لكن هي مثلا جاها واحد الوقت تاع سن المراهقه ما تفهمش معناها التحدي ولكن الحمد لله تاي رجعت شويه لاباس احسن العلاقات والحاجه كي والحاجه كي الوحيده الوحيده طلع لي الدم طلع لها الدم والله الوحيدة طلع لي حتى كيفاش طلع لي الدم كيفاه آه لا انا شوي نظامية هو شوي لا 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 يظهر تو نظامي وهك وما لا هذه فيها كما تتفاهموش برك الحجة تالي الرسمي الرسمي حجة كيدير كيدير حاجة في الدار وما يشاورش كيفاش فمي كانت نرفع لا ولكن اللي أدى سبب لسبب بسيط شعل النار تعرف الظلميت الظلميت أصغر حاجة كبرة تعرف الظلميت ياك صغيرة متشعل دار تشعل دار هذه تشعل دار وعندها العيب الوحيد فيها إنك هو مثلا تحب حاجتها ثبثب خطتها هذه مثلا هذه زي تسيق ولا تدير ما عندها عمل تخدم فيه هي بعثتها قالت لها روح يخدمك الخدمة لكن هي ظهر لها في خدمة أخرى تعيط لها نقول لها لا خليها تكمل عملها انت انت كلفتيها بهذا العمل خليها تكمل عملها بعد ما تكمل ولا تلقي لها ثغره ثغره ما نديلها فما هكا ما عفا هذيك كل واحد عنده ديفو كل حال هي مش عيب كبير ياسر مش عيب كبير ايش تقول في باباك انت حقها Quand il faut s'occuper du linge de toute la famille, chaque seconde compte. Avec la gamme Perfect Care, Philips révolutionne le repassage. Aucun réglage de température. Une vapeur puissante pour un repassage parfait sur tous les tissus sans jamais les brûler. Le meilleur des repassages, sans aucun réglage. Philips, la marque de repassage numéro 1 dans le monde. Innovation anew, Philips. نظام تاع الدنيا اكثر هي ما تفهموش فينا وياه هو يشوف هذه الدنيا من جهه وانا نشوفها من جهه اخرى تشوف جينيراسيون واحده اخرى لا انا نشوف كي واش عايشين دوكا زعما هو لا يشوف واش عام 70 انت مازال يمشي عندنا لا كاين حوايج ما تبدلش تبقى هي معاك لا بابا كاين يتبدل موسي يتبدل ولا كاين حوايج تبقى هي كي نعطيه هكا وشغل نغلبه فيها يتنرفى ويبدا ينظر مشي مشي هنا اعترض هنا كيفاش هنا مثلا انا عائله محافظه والشارع يعرف اني محافظ كل الشارع يشهد علي اني محافظ ماذا بيا بناتي مثلا يكونوا محافظات مش محافظات في المو ليبر حرار يسلم يدير اسمه حرار لكن اللباس كان لباس كان يقول حاجه يقولها حجاب هو الحجاب هو بناتي تو هذا الحجاب اللي لابسينه تو هم في حاجه الى حجاب اخر
مش هذا هو، مش هذا هو الحجاب. حجاب هم في بالهم حجاب اللحم ما يبانش، وانا ضد نقول لهم لا الحجاب حتى الحجم نتاع نتاع اليد ولا كذا والاسماء ما يسمش يبان الحجم. هاك شوفي ما حجابهم باين يا بلاتي يفهموني راهو راكو الحجاب لازم حجاب، حجابهم لازم له حجاب، والا نحو برايكم نحو ضربه واحده وخلاص. هم اذا كان تحصلتي مثلا قلتي مثلا ندير حجاب نحجب روحي مثلا نحجب جسمي نحجب كذا ونحجب لساني و و و كوني كما هو، على خاطر فيها الصلاه وفيها كذا كذا وفيها عين حاسده وفيها المغرضه وفيها ياس حاجات. انت العين هذه المغرضه جعل لها القرطاس تاع تاع لباس من هنا يبان حتى شيء كل ما يبان حتى شيء، هذا الشيء نتناقشوا فيه، هذا الشيء نناقش فيه في زوج بنات. هاك شوف وانت شفت اللباس هذا، اللباس هذا مش عاجبني. مش عاجبك؟ لا لان ليش عندي ما يعرفوش اني قيمتي هنا برا وشو، خاطر نمشي لي بناي انا سال مثلا لود المجتمع، المجتمع يثق فيا ساعته مره يقول لي هاي بنتك انت، هاي بنت بنتك انت، يعني مثلا كان طعنه هكا يطعنوا فيها بها وانا ما نحبهاش الطعنه هذيك، وجاتك انت في اسمها في اللباس، ولكن ماذا بيني تو ان شاء الله يهرب يخطو هو 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 اول خطيب يجي نعطيه. انا على كل حال نحترمهم كامل حتى ذر صغار كبار، حتى تكون تصير المشكله كي نوقفنا الحقيقه قد الناس كل ترفع يديها، وهذا مهم جدا. ومعاون ثاني السلطه ثاني مثلا مثلا في السلطه مثلا ما خليش السلطه ما تكونش محترمه، مثلا حث الشباب على احترام الشرطي على احترام السرعه على احترام ساعات مرة نمشي بالتعمد نمشي قدام الواحد نمشي 30 في الساعة، يعني نخلي واحد الباساجي تفوت وساعة كي واحد يديرها نقول له يعطيك الصحة برافو، هكا لازم تكون. يعني عندي دور هكا في ولكن ياخذوا فراي هكا نظن شفتوا معايا درتوا معايا ساعات يحب يغلط يلقاني هنا اه سيمانة يسمح لنا هكا شفتها كيما كشوف، وهذا مهم جدا بالنسبة لي، هذا دور دور الإنسان، هذا دوري، ولكن الحمد لله رب العالمين. وهكذا في تونس ثاني نفس الشيء، مش بنقول الشيء غير هنا بركة، ثاني في تونس السلطة محترمتني كثير، وزارة محترمتني، جمهور ما شاء الله، الصحافة نحييهم بهذه المناسبة، يعني كرموني الصحافة بتكريم ما حصلش في الجزائر بكل صراحة، التكريم اللي كرمتني اسمها الصحافة الجزائرية التونسية على كل حال وصبغ الآراء نتاعهم يعني راهم فوق الراس. على كل حال ما نقدرش ننكر هذا الجميل، وننكر مثلا حالنا بعد مثلا عدت معي برنامج ما شاء الله، كان سي عبد الرزاق ما شاء الله مثلا عدى معي برنامج هايل، وكان هو انا كنت نقول الشعوب اسمها الدوله التونسيه والحكومه التونسيه اين تكريم مناعي عبد الله اللي عمل 34 سنه عندكم مطرب مستقيم ما عنده حتى وكونفراكسيون ما عندي حتى مخالفه في تونس، انا انسان تدروا خدمة روحي والسلطه محترمتني، حبيت ان التكريم تاعي، لكن كي سمعت في الحصه ما يقال عني في الجرائد ما قال عني في الصحفيين لقيت روحي في الحقيقه بهت، قلت سبحان الله هذا تكريمي يا عبد الرزاق على كل شيء اللي قلت لك على الدوله راني لا 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 هذا تكريم نتاعي الصحف، ولحد الان من خلالكم انتم ثاني نوجه تحيه للصحفيين اللي مثلا كرموني وكلموا علي كلم، وهذاك الصدق حسيت باللي راني الشيء اللي نقدم فيه صحيح وهذا الشيء مهم جدا اللي قدم فيه في تونس وغير تونس هو صحيح. انا نطالب ثاني كذلك من خلالكم ومجوع، لان ساعات مره نمشي نسافر نمثل الجزائر في بلاد ما ونرجع ولا حد يسالني ولا على الاقل احترام هذا الوطن، انا راني ما عادي ما عاد الا انني سفير مثلا مش نغني يعني. انا نمشي بس بالجزائر مثلا المطرب الجزائري مش راح يقول مطرب صوفي ولا انا المطرب الجزائري يعني تكريمي تكريمي تاعي كرموني مادي، لكن انا نطالب بالمعنوي من المادي المادي الحمد لله انا من الجزائر المادي، لكن المعنوي كيفاش نروح لكوريا ونرجع من كوريا ما فيش حد يسالني وانا مثلا عندي تقرير مقرر كذا كذا وانا مثلا ولا نمشي مثلا للسعوديه ولا كذا وانا تقرير نمشي لمالطا وانا تقرير مشيت لبلدان عديده نحب مثلا الصحافه الجزائريه او الدوله الجزائريه تبعث تهتم بالناس حتى اللي يمثلوها في الخارج، حين 34 سنه في تونس ما نستحقش تكريم من الدوله الجزائريه من الدوله مش من الحكومه من الدوله الجزائريه، 34 سنه مطرب جزائري صوفي بزرنا ببساطه قندوره زرقاء سوريا زرقاء يمثل ال 40 مليون في الجزائري بكل اعتزاز كل صيف كل صيف عدد 30 40 عارف في تونس صح. إيه حتى جزائري ما قال عليه كلمه قال ما شاء الله ويعطيه الصحه ما نتكلمش كثير لكن ساعات نتكلم
ولكن هاني تكلمت اليوم. لا ما تحكيش عليه، مش كلام فيما يخصك ولا كلام فيما يخصني، هذا يخص باباك في التكريم نتاع علينا، خاطر لا نطالب هذا التكريم ونلح على التكريم، والتكريم نتاعي معنوي لا مش المادي، المادي ما. ولكن ادرك هاني هاني قاعد روحي على كل حال وحدي، عندي تيرا وحدي، حب يعطوني مثلا التيرا نتاعي ونخدم على اولادي والحمد لله رب العالمين. ولكن كيفاش يا عجبة يا عجبة يا عجبة يا عجبة ان مطرب جزائري مثلا يمثل الجزائر ويرجع من الجزائر ما يسالوش اين كنت وكيف درت وشكاش، خاطر هذا يزيد فخر الجزائر، خاطر انا على بالك عندي نعمل في مجهود حتى ننسان بشر، ماذا بين ندير خاصه ساعات مره يعتدوا عليا ما نقدش ندير بسكري لاني جزائري مثلا، نسمع كلمه مش مليحه لاني جزائري كذا مش اني جزائري، ساعات ماضي نحو لي دراهم مثلا من الكاش نتاع جزائري بعض كل مثلا صح آه. صح صح ما على كل حال هي مش قالك انا كل حال راني في انتظار الشيخوخه نتاعي واني في 74 سنه على كل حال نخبركم يا جمهور ان شاء الله صاكبا الشباب علي مشيت معك مشيت معك بزاف راك شباب علي نلعب الرياضه الصباح ونصلي بكري عندي واش 30 سنه نصلي البكره ما نصليش ما نصليش الصباح راك دير شويه صبار 3 كيلومتر كل يوم وفطيره الصباح ناكل فطيره الصباح هي الفطير هي العيب هي البخايبه ملك النورما ما ناكلهاش خاطر علاش كي نجري 3 كيلومتر الكولوريا هذيك اللي اسمها هذه درت نعوضها بالفطير ما درت والو تاكلوا فطير لا هي في الحقيقه انا ندير في الرياضه على رقب ايام باش نبعد العكاز هكذا خاطر العكاز يقرب مقرب ما انا ديما نبعد هكا عامين ثلاث سنين حتى خمس سنين نربح حتى خمس سنين يزيد 80 ما كنتش عندي عكاز صبا اي لاباس دخلت البودره ولا غير صح اسمع في وجهك يبقص هاتلك بالصحة كلمة تفرجني فيها دخلت الكراية مش كسرها له كلمة أنت تقوليها للوالد تاعك قول ربي يخليك لينا وربي يطول لك في عمرك وربي يزيدك الصحة عشان على قد ما هي عندك إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله ربي يحميك من العين هذا والخنسة وصار وش تقول وصار أنا نحبه ياسر وقال لك سر المراهقة تعبت ياسر أنا بالي بروحي بس نحبه شاندي بس التعب وش تقولي أنت كلمة بخليكم ربي هذه اللي بقات لينا يا ما ربي يحفظها ان شاء الله والحاجه انت شوف الباني شوف الباني لا هذاك الطريق راني نمشي به ما عنديش طريق اخر غير طريق الحاج ان شاء الله ربي الدنيا كل انا قريب نديرو كوشه تو فالطريق الدنيا الحمام انا كمان فقط الكوشه مع الكوشه تو كوشه حطوا فيها علي وحمد وصدام نجيب لهم واحد ما تقولش يعلمهم ونجيب لهم واحد جزائري من البلاد هاك تاع بوزراعي يدير الباتيسري باسكو الجزائريين يخدموا الباتيسري مليح جيبهم بوزراعي بوزراعي يخدم الباتيسري والاخر نجيبهم من تونس الخبز من تونس نجيب واحد معلم يعلمهم ونحب ندير مخبز تاع نموذج يعطيكم الصحه يعطيك الصحه الحاج الله يسلمك حنا شرفتونا ومرحبا بكم بارك الله فيكم ما انتم صح شويه راكم مهبلينو بصح خصكم فوق الحجاب حجاب خصكم فوق الحجاب حجاب الحجاب هذا خاص حجاب احنا راهو خاص حجاب ان شاء الله ربي يديم احنا وشو احنا راهو عندنا راجل يهضر كل شيء لا غير بصراحه راه بالمناسبه هذه كما قلنا ان شاء الله على كل نواصلوا هذا المشوار الباقي من الحياه نتاعنا نوصل في تربية أولادنا ونحاول مثلا على كل حال وندير لهم مثلا نعمل لهم الاسماء المصروف نتاعهم حتى يضرب يدي عمري مثلا الاسماء ما بقاش مخصوصين وان شاء الله يكون رجال بعدي ما يكبروش كروشهم كبعض الناس رزق مشهور ما شاء الله كاين كاين نياق كاين نخل كاين حمام وان شاء الله الكوشة وعندنا شوية عرض وعندنا حول مثلا مشاريع ان شاء الله على كل حال راهي رزقهم راي لهم حمد ومهاني حتى مهاني عندها نصيب وميدو عندها نصيب وبناتي عندهم نصيب ومرتي عندها نصيب ان شاء الله بعدين ما يتنزعوش وهذه وصيه على كل حال ونسي جامي ان شاء الله هذا على كل حال يبقى في دار الشيف هذا تجي تاخذ منه حاجه او كانها وصيه وانا نوصي يا علي ويا احمد ويا علي ويا احمد ويا صدام ويا فريد
انصفوا بنا بذر، انصفوا بنا ناس، راني ما تحرقونيش، راني نتمنى لكم كل خير حتى بعد ما ماتي، وراني نجري عليكم وداير مجهودي باش ما تستحقوش بعدي. ورزق ياسر والحمد لله رب العالمين، والاصدقاء ياسر، وحتى هذوما من اليوم هم اصدقائنا حتى الاذاعه والتلفزيون. وتحيه لسي علي، يا سي علي، يا سي علي بعث لي هلا. نقول لك ضيوف في الجزائر، وماكمش ناس ولا ولا انا شو ضيوف. لا والله ماكمش ضيوف في الجزائر، وماكمش ناس ولا ماكمش ضيوف. ماكمش ناس من ولا، ما بين الجود والأجواد، وبين الخلان والهالة والهالة. جيتوا جيتوا شفتوا الجزائر، وتمتعتوا في العمر دالة دالة، ببحور وبنيان بجينا الجزائر، ببحور وبنيان بجينا الجزائر، ببحور وديان بجينا الجزائر، وشباب وشبات زهية ميات. أنا رد عليا يا بني العرجون، رد عليا يا بني العرجون، رد رد عليا يا كملة الزين يا صوفيا، يا بني العرجون رد رد عليا، يا بني العرجون رد عليا، يا بني العرجون رد رد عليا، يا كملة الزين مشية ظريفة والحاجب كتان، الحنة خفيفة والحولي ستان، زيدة تسفيفة لحزن بو عرضان، طيب طيب هي بنية العرجون ربي. لا 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 يا بنية العرجون ربي، رد عليا يا كلا بالزين يا صوفيا، يا بنية العرجون ربي، جبني خيالك يا هبطان الغط وين رجالك، نتبدن بالخيل واطلب وصالك، شرط عيوني والقلب هدية، يا بنية العرجون ربي Yeah.
الهرب خايف يوم نجيك نشكى خسارة تشمات العديان يحكوا بسرارة هالطفل المسكين ماشي ضحية يا بنية العرجون الربي يا لا 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 يا بنية العرجون الربي رد عليا يا كلاب الزين يا صوفيا يا بنية العرجون ربي يا حيار خلاني مفتون وانا صغير لمجاوز فوقهم بعيد تشير قل خلبو جوزين ناس بعدية يا بنية العرجون الربي والحاجب كفان الحنة خفيفة والحولي ستان زيدة تسفيفة لحزن بو عرضان طيب طيب يا بنية العرجون الربي طهارة خايف يوم يجيك نشكى خسارة تشمات العديان يحكوا بصرارة هالطفل مسكين ماشي ضحية يا بنية العرجون الربي يا بنية العرجون ردي عليا يا بنية العرجون ردي ردي عليا يا كلاب الزين يا صوفيا يا بنية العرجون يا ورد عليا يا بنية العرجون رد عليا يا بنية العرجون رد رد عليا يا كلاب الزين يا صوفيا يا بنية العرجون رد شكرا. نقول غرود عالية والموت فيها جتني لا صبت ناسي والعرب زارتني أجلي تمتني سرت للا والخلي جت لمت الأرض الصحيحة كيف عني صمت جيت ثايرة كان الخشب نطحتني يا بنية العرجون الربي
جاري ويلي بابك قدام داري اتمنيتك في دارك في داري يوم مثل الشمعة تجدي علي
وبلا ما عرفه واش حالك سلامي لأهلك وماليك وما تنسيش السلمي عن جيراني شيخ البلد خلف ولد شيخ البلد خلف ولد يا فرحتهم لما كبر ابن شيخ البلد شيخ تشاهدون هذه الحلقة والحلقات السابقة من هذه حياتي على صفحة الفيسبوك الخاصة بالبرنامج www.facebook.com/هذه حياتي. مازال ما كبش ما تكبوش سالم مش كفاهم حتى شيء مش كفاهم واش رانا نديرو درك فهمناك فهمناك ما فهمتش احنا رانا نصوروا نمشوا ونتكلموا ونصوروا نصوركم السيد قلكم ما عم نمشي صوركم السيد هيا منا قد من عذابي يا عليكم قلكم راح عم نمشي صوركم هيا منا صور معي ما السيد صور شو الهدية هدية وهم لك مع الجماعة ذوك واحد 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 نحي لهم عشرة 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 وشو عشرة؟ عشر ملايين عشر ملايين عشر ملايين ما عندهمش توك في الصحراء عندهم دراهم عندهم عندهم تو عندهم تحتهم هم تحتهم نظن كان صح ولا غير كان صح حما حما روح الحما عرفتوا حما حما روماني حما هذاك يضحك لا يضحك هذاك هو يضحك هذاك عشرة ابكي مالك زيتون في النخلة وما انت يا تاع بالكور سمسم بغرقت بالسيارة كيفاش هناك شوف فينك باش نمشوا هنا ولا حكى عيب بسام مش كيف صورك صور فينا صور فينا هكا هكا ما قال لي وقلت له ما والله من اللي يضحك هو وش شكون شافهم شافهم يضحكوا انا نقول يضحك انا نصور نعطي في بسطه في الجمهور راهم يصوروا في راهم واحد يغمز واحد يضحك واحد يطبس في راسه قال لي كاميرا مان ما شاء الله يعطيهم الصحه
لاباس الوان على الاقل صح. لا 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 راقراق راقراق واحمد انا لا 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 يا ليلى دانا يا لا 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 يا دانا خويا اضحك شويه الرب يلا لا يا لاني على الصبع اللي وجعني ولاني عن ختم الخطوبه الرجحاله دخلت الكرايه باش تكسر اللوطه كاميرا ما تشوفش اللوطه هي حتى بيجي يسلف ما عندي دراهم ما نسلفكش لانك تفهمني صح انا بعثني عليه قال لي تسلف من عنده انت واش تقوله منو علي علي فضيل بعثني عندك قال لي كي تكمل تسلف من عنده لا لا ما قالكش العكس قال لك العكس قال لك قول لي واش قداش مثلا العرس اللي درت لي قداش حقه يعني خدمت مرة عرس هنا واش تقول عرس في خصوبي سنة ساعة نكمل هذه واش تقول له كلمة ما كنتش ناس من والو ما بين الجود الوتال والأجواد بين السواف والأجواد بين الخلال والهلف جيت وشفته واد سوف متعته في العمر دالة بغيطان ومثلا وسيوف زينا سوف والنخل زاهي بعرجينة ليكم ميالة أوكي أوكي برع بيع حالي والله بيني أطول من هك والله العظيم أقعد أقعد في الكروسة خير والله غير بن عظيم في الوزن شيء مصيبة ست أشبار هذه كواليس هذه هذه كواليس تاع كواليس ولكن فقت لها ضرب قريب تفضل فضلت لها صح صح والله أنت وأنت تخبى ولا سكت المناعي تعطي حقها يا حليلي ما مشى نهار الفرقة ويا حليل من دار بنيس رفيقة أو يصلي ولا يصلي ولا لا يصلي ولا ما يصليش اي بقى نقده يا ويح من دار بيسر فيقه يوم القيامه فلان يعود يا مرقه من دار خير اللي ينفع فيه وما انت يا فلان يوم الضبطه يا مصور يوم اللي تخلص بالعجله طبطه عدت الخلايق بيطلع وهبط وكل حد ما الدول جوابه في ده يخاف يظهر يا حلوف مع الشيء غلط الساس واقف ربي فيه قولوا ربي بارد لايا ربي بارد في نهار حامل والغيد مغرد ما ما أخرى ما بكل صور هذا استنى خلي صور صورتي ولا لا ظلمتك وقلت عليك كلام شين انت شاطر وباهي وسبح وفيه قلت عليك صلاة وسمية يا مريارين يا اللحية المسكين هو أنا سبح من عين تواصم حل الزاد قلتني أهل الزاين السال قطين انتو نبيا مصور ولا ينعطاني قدم لكم هذا البرنامج برعاية فيليبس